مصر شافت تحول من نظام اشتراكي في الستينات وأوائل السبعينات إلى نظام رأسمالي يعتمد على مشاركة أكبر من القطاع الخاص. الموضوع ده أدى إلى في البداية نوع من أنواع ما يطلق عليه عدم التناسق بين منظومة القطاع العام ومنظومة القطاع الخاص، وكانت السمة العامة هي سمة عدم الثقة. عدم الثقة أدى إلى فجوة بين توقعات الجهات الحكومية من القطاع الخاص، في نفس الوقت أدى إلى مشاكل في القطاع الخاص اللي بيهدف إلى الربح. الكلام ده استمر لمدة طويلة وما زال هناك لدينا مشاكل في هذا الأمر. الأصل في هذا الموضوع هو بناء الثقة. مطلوب جدا يعني بأمانة موظف الحكومة بينظر إلى القطاع الخاص إلى أنه جاي من أجل أن يحقق أكبر مكسب وأن يفعل أسوأ شيء. على الجانب الآخر القطاع الخاص ينظر إلى موظف الحكومة أو الجهة الحكومية إنها جهة يتزايد فيها الفساد، وإن كل ما يريدونه هو الرشاوي ولا يريدون مشروعا حقيقيا. هذا الموضوع الحقيقة احتاج إلى وجود مؤسسات وسيطة. المؤسسات الوسيطة ديت زي الجهات الاستشارية اللي بتحاول تلعب دور عشان تنسق بالاثنين. التجربة في العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة واضحة تماما. العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة بيقوم بها القطاع الحكومي، لكن كل المنفذين هي قطاع خاص. القضية دي تمت من خلال دراسات كبيرة ومتعمقة، وجود مكاتب وسيطة بتسهل العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، قناعة من القطاع الخاص أن الحكومة في هذه المرة تبحث عن شيء سليم بأسلوب تسعير جيد. الكلام ده أدى في النهاية إلى ما يطلق عليه نجاح فريق في تحقيق هدف. الحقيقة أنه المنطقة العربية ليست منطقة واحدة، بمعنى أن لدينا نظم مختلفة وأساليب مختلفة. عندما ننظر إلى مجموعة الدول اللي هي دول مجلس التعاون الخليجي، فنحن نتحدث عن مجموعة القضية فيها لم تكن أبدا بين القطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، لأنه من البداية النظام مبني على نظام يعتمد في المقام الأول على القطاع الخاص في تنفيذ هذا الكلام. الدول اللي خدت نهج اشتراكي في البعض زي العراق، زي سوريا، زي مصر، زي السودان، زي ليبيا، دول أقرب إلى المشاكل. فلو قسمنا الاثنين دول لمجموعتين هنلاقي أن لدينا اقترابات مختلفة. ده أول عنصر. العنصر الثاني اللي احنا بنتكلم عليه هو عنصر المدن الذكية. والمدن الذكية نحن نتحدث برضو عن حاجتين، هل نتحدث عن مدن قديمة أم مدن جديدة؟ برضو المنطقة فيها مدن قديمة جدا جدا زي مراكش اللي احنا فيها ديت، زي القاهرة اللي عمرها أكتر من 1100 سنة، زي دمشق، زي بغداد، هذه مدن قديمة جدا نشأت وتطورت عبر عصور كثيرة جدا جدا. البنية الأساسية والتحتية بتاعتها أقيمت عبر سنوات وبتكاليف رهيبة جدا. فالقضية بتاعت تحويلها إلى مدن ذكية بيحتاج إلى يعني إعادة تخطيط كبير قوي. المنهجية اللي في المدن القديمة دي هي منهجية البحث عن امتدادات جديدة ذكية، بمعنى احنا في مصر مثلا على سبيل المثال كان هذا التحدي. لدينا القاهرة ربما أكبر مدينة للأموات فيها، المدينة دي هي المقابر واللي بيعيش فيها الناس. عندما نتحدث عن كيف توفر المرافق لمنطقة المقابر، الأمر يبدو الحقيقة هزلي شوي. عشان كده كانت الفكرة هي التخلص من العشوائيات في جانب، ومحاولة نقل البشر إلى مناطق أكثر أماناً وأكثر استقراراً وأكثر ملائمة لطبيعة الحياة، وفي ذلك الوقت تبني مفهوم المدن الجديدة من أو المدن الذكية في المدن الجديدة. مصر تنشئ حالياً 14 مدينة جديدة موزعة على الجمهورية، الكثير منهم مقارب إلى المدن القديمة بغرض الانتقال التدريجي من المدن القديمة إلى المدن الجديدة. بالتأكيد على المستوى السياسي هناك نوع من أنواع الوعي بأهمية التحول إلى المدن الجديدة بكل أشكالها،
إذا كانت مدن قابلة على مواجهة الكوارث، إذا كانت مدن قابلة للاستدامة والاستمرار، أو حتى وصولا إلى المدن الذكية التي تعتمد في تركيز شديد على التوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لحل مشاكل الناس وجعل حياتهم أفضل.